وبدي فستان ومامته جلد. ايه طولي بالك علي شوي، طولي بالك، لسه بدي وبدي. ايه شو مفكرة الجائزة هديك الحسبة؟ يعني معقولة يعطوك أقل من 50,000؟ ليكو التاني ليكو، 50,000؟ ايه والله إذا عطوني 10,000 بيكون كتر الله خيرون. هلا العشرة آلاف محرزين؟ وليه على هالتكريم شو مشرشح؟ يا عيني يا مطيعة، قلت لك هالشغلة معنوية أكتر منها مادية، فهمتي بقى؟ مرحبا معنوية، وإن شاء الله رح يضحكوا عليك بشقفة ورقة لحتى تبروزها وتعلقها على الحيط وبخلقتي. يا مطيعة فهميني، نحن شو قلنا عليهم؟ يعني كتر خيرون يلي تذكرونا. أصلا أنا ما كنت منتظر هيك شي منه، ولو ما كان مديرنا العام نظيف ودغري كان دحش له اسمين من جماعته وكرمهم وانتهت السيرة. ماشي الحال، دخلك وبشو بدنا نروح على الحفلة؟ بشو يعني؟ بصاروخ؟ بناخد تاكسي من الباب للباب. لا والله ما بروح بتاكسي. لكن بشو بدك تروحي؟ ماشي؟ هذا اللي كان ناقص والله. اشو نحن رايحين نتكرم ولا رايحين نتبهدل ونتشرشح؟ يعني شو بتأمري؟ اشتري لك سيارة مراسم لحتى تروحي على الحفلة؟ لا تشتري لي ولا بشتري لك. بس ليش ما بتستعير سيارة عديلك؟ هلأ كل مرة بدنا نستعير سيارة عديلي؟ والله صرت أخجل منه. ايه لا تخجل ولا على بالك، يعني إذا بهيك مناسبة ما استعرناها إمتى بدنا نستعيرها دخلك؟ بعدين الزلمة صاحب واجب، ما بعتقد يقصر معنا. يا ستي ماشي الحال مثل ما بدك، بكرة بحكي معه وبطلب منه سيارة. ارتحتي هيك بقى؟ لا لسه ما ارتحت.